للتعرف على آخر تطورات الطقس في محافظة الإسكندرية، حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، سواء على مستوى الطلاب أو المعلمين، وذلك بنطاق المحافظة ونظرا لسوء الأحوال الجوية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل إكسترا نيوز من الإسكندرية الزميل إبراهيم فوزي. أهلا بك إبراهيم مجددا، حدثنا عن تطورات حالة الطقس لديكم الآن. مساء الخير إنجي، مساء الخير متابعي قناة إكسترا نيوز. حتى الآن حالة مؤقتة من الطقس المعتدل المشمس تشهدها محافظة الإسكندرية من صباح اليوم الخميس وحتى الآن. على حسب توقعات هيئة الأرصاد المصرية، صوت طقس لطيف مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بارد ليلا وانتشار للسحب العالية والمتوسطة والمنخفضة. حالة البحر يكون مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف. درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية وجنوبية غربية بسرعة تتراوح على مدار اليوم من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية. يبدأ سوء الأحوال الجوية حسب توقعات هيئة الأرصاد المصرية بعد ساعات قليلة من مساء اليوم، ويتوقع سقوط الأمطار الغزيرة قد تكون رعدية. مساء الأمس كان أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة عن اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية سواء طلاب أو معلمون بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي قد تشهدها البلاد. وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين والموظفين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلا يقل عمره عن 12 عاما أجازة استثنائية اليوم. طبعا عن حالة طقس اليوم، هناك استعداد قصوى وغرفة عمليات المحافظة منعقدة بالضبط. يعني هنا أسألك إبراهيم عن الاستعدادات التي تتخذها المحافظة والأحياء ورؤساء الأحياء، كيف تبدو هذه الاستعدادات وسيارات الشفط وكل هذه الأمور؟ بالطبع هناك استعدادات قصوى وغرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة سوء الأحوال الجوية ومنع تراكم المياه في الشارع وتسيير الحركة المرورية. كان شركة الصرف الصحي قاموا بدفع عدد 100 سيارة شفط ومدمجة وعدد 20 بدال، دول تم تمركزهم في الأماكن الساخنة المعروف عنها تجمع المياه بالإسكندرية مثل كوبري كليوباترا، شارع أبو قير، طريق الكورنيش، كوبري المندرة، وبعض الأماكن الأخرى في غرب الإسكندرية والمشهود عنها تجمع مياه الأمطار. كما تم الدفع بعدد سيارتي مكافحة أعاصير إحداهما شرق الإسكندرية والأخرى غرب الإسكندرية، وذلك لصورة التدخل في حالة الاحتياج لهم. حتى الآن بغاز الإسكندرية مفتوح، ميناء الإسكندرية والدخيلة مفتوح حتى الآن، وكان وجه اللواء طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الميناء باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي غلق البغاز، طبعا ده حفاظا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية من وجود أي حوادث. طيب إبراهيم، سؤال أخير فيما يتعلق بذكرت أن هناك أجازات استثنائية تم منحها، تم تعطيل الدراسة بالطبع، كيف تبدو حالة حركة المرور؟ هل ينزل المواطنون إلى الشارع أم أنه الشوارع هادئة بشكل ما؟ حتى الآن الشوارع هادئة في الإسكندرية، يوجد سيولة مرورية كاملة في جميع محاور الإسكندرية والشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية. طبعا المحافظ الإسكندرية كان بيأكد النهاردة على وجود الأجازة أو استمرار الأجازة للعاملين، ده مش بسبب سوء الأحوال الجوية نهار اليوم، ولكن سرعة توجه سيارات الشفط للأماكن وجود الأمطار، عشان يكون في لكي يوجد سيولة مرورية تستطيع إليها وصول عربيات الشفط أو عربيات العمليات لجمع تراكم الأمطار في الشوارع. نعم، إذن الزميل إبراهيم فوزي مراسل إكسترا نيوز من الإسكندرية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.